أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيداً لحالة الاستقطاب والانتقائية التي تتفاقم في النظام الدولي. وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته أمام القمة الافتراضية لمجموعة العشرين على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي وحصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة. ولعل أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدا لهذه الانتقية التي نتحدث عنها، فلا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة. بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، بالإضافة إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل.